السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضلي. أنا معايا رأس مال مشغلاه في محل 30,000 جنيه. الرأس المال ده أنا ببيع بالقسط، فرأس المال ده عند الناس ما فيش في إيدي دلوقتي، يعني ده هيطلع عليه زكاة مال؟ دين حي أو دين ميت؟ إيه؟ الدين هذا يرجى سداده او الناس خلاص اكلوه عليكي؟ بتقول ايوه يا شيخ. اقول دين حي سيرجع اليكي او دين ميت لن يرجع؟ لا هيرجع. هيرجع عليه زكاة. طيب انا بستحلفك بالله يا شيخ ان تدعو لي بالذريات الصالحة. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة والسامعين والسامعات يا رب.